السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد وأخبار جديدة. خوتي، هذا هو غادي نخلي لكم الرد ديال الشيخ ياسين العماري، وتسمعوه كيفاش ردوا على الخيانة ديال الزوج ديال ولا عمر لطفي ولا فرح الفاسي. خوتي، في حقيقة عنده الحق. الإنسان الخائن ولا اللي كيخون الزوجة ديالو، أول حاجة كيخون الله سبحانه وتعالى، وكيخون نفسه، عاد كيخون داك الزوجة اللي هي على رقبته ولا على دمته. فالواحد الخائن كيبقى خائن، هو كيهين بزاف داك الخيانة، ولكن كون كان هو اللي غادي يتخان، وهو اللي غادي يكون في داك الموقف اللي كيحط فيه داك الزوجة ديالو، أكيد شحال من زوج اللي يتخان وشنق راسو وقتل راسو، لأنه لا يحتمل الحرقة ديال الخيانة، كتكون صعيبة بزاف. يعني بزاف ديال الناس انا كنعرفهم عن قرب اللي قتلوا راسهم بسبب الخيانه ديال الزوجات اللي خانوهم. اما بالنسبه للزوج ملي كيخون الزوجه ما كيفكرش فيها، فكل راجل كيتخان يستاهل كثر. خليكم مع الشيخ ياسين، ونقول لكم انا فرجه ممتعه. وما تنساونيش اللي غيمر بالصدفه الاخواني يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم، فضلا وليس امرا. حبابي حباباتي، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، جزاكم الله خيرا، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات. ايضا ما تنساونيش بالاراء ديالكم لتحت في التعليق، كيهموني اكيد. نقول لكم انا الله يهدي والله ياخذ الحق في كل زوج خائن، والله ينتقم منه يا ربي. خليكم مع ياسين، الشيخ ياسين. لا، الحمد لله، اي حاجه الحمد لله. ربك يفضح اي واحد اللي كنتي غاديه معاه بالنيه. عمرك تخاف، الا كنتي مرضي عمرك تخاف، ربي عمرو ما غادي يخيبك. بعدي ما نقول لكم قلبش انت على فوما، نجيك من الاخر قلب على امي، ماشي غير حيت كاين الضغوطات من الاسره وكل شيء كيقول انت غتزوجي انت غتزوجي انت غتزوجي، اول صداع يكون جاي تقول غادي نلصق في هذا واللي ليها عليها هي الزواج، وانت مسؤول عليها. حدك تشوف واش جاب الطوموبيل، واش جاب المشموم كبير ولا مشموم صغير، واش جاب لنا حلوى كلاصي ولا جاب لنا حلوى ديال الفاتيسري اللي في الدوره او لا، هادشي هو هذا وجهك اللي قدرتي تشوف. الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم، إلى النساء حرث، فنحن نضع فيه البذرة، وإذا أردت لتلك البذرة أن تنبت نباتا صالحا فعليك أن تختار لها الأرض والتربة الصالحة. إذا اختيار الزوجة، اختيار الأم، ما تقلبش أنت على فورما نجيك من الآخر، قلب على أم. هذيك السيده اللي غادي تزوج بها، شحال غدوز بها، دوز انت وياها، عفوا شحال غدوز انت معاها، بيناتكم الراس في الراس، سنه ونصف، سنتين على اقصى تقدير، يوم بعد يجيو الوليدات. هذيك السيده ما تبقاش فقط زوجه، غتولي ام، وانت ما تبقاش فقط اب، ما تبقاش فقط زوج عفوا، غتولي اب، وغادي يدخلوا اعتبارات اخرى. إلا خديتي واحد السيدة لا تصلح لتكون إلا زوجته، ولا تصلح لتكون أما، ضاع الولد، ضاع الأولاد، أما ضاع الولد، ضاع الأولاد. ونفس المسألة حطها على الزوجة، اختاري من يكون أبا صالحا، زوجا صالحا، مزيان لك غادي تنتفعي معاه أنت، ويكون أبا صالحا، ماشي غير حيت كاين الضغوطات من الاسره وكل شيء كيقول انت غتزوجي انت غتزوجي انت غتزوجي، اول صداع يتم جاي تقول غادي نلصق في هذا واللي ليها ليها، راه غادي تلصقي فيه اليوم غدا تما غادا راجعه. اختاروا تخيروا لبناتكم،
الرجال اللي عندهم بنات الزواج، الله يصلح الوليدات والله يرزقهم الأزواج الصالحين، لكن تخيروا لبناتكم الحمد والدي. أنت ضارب عليها تمارة، تتصرف، تتخرج تخدم، تجيب، تتهز، تتحب، تتحمي، ترد البال، تنتناقشوا دابا نيت في التربية ديالهم إلى آخره. وفي الآخر ما توصل لسن الزواج 19 16 سنة 17 سنة 18 سنة تزيدها وتنقص، والبنت غالبا 20 سنة، المهم وصلت لسن ديال الزواج وأنت مسؤول عليها. حبك تشوف واش جاب الطوموبيل، واش جاب المشموم كبير ولا مشموم صغير، واش جاب لنا حلوى كلاصي ولا جاب لنا حلوى ديال من الباتيسري اللي في الدوره او لا. هادشي هو هذا وجه داك اللي قدرتي تشوف شحال تيتخلص، ماشي واش خدمته حلال ولا حرام، شحال تيتخلص، واش عنده الاراضي، واش عنده الاطيان، واش عنده الدار، واش عنده كذا. شوف الصلاح هو رقم واحد، ما لو تزيد الطعام بهذاك الصلاح شي حويجات الى اخره ما كاينش شي حاجه، لكن الصلاح هو رقم واحد. الصلاح مجموع جوج الامور عطاهم لك النبي عليه الصلاه والسلام، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين بوحده يعني التدين، ممارسه الشعائر التعبديه بوحدها غير كافي، يكون المعاملات السلوكيات ما تكونش الاخلاق، لان مساله دقيقه شويه، المعاملات السلوكيات ديالو طيبه، لكن ما عنده دين ما عندنا ما نديرو به. هذا الذي خان ربه عز وجل، خان عهده مع ربه عز وجل، ايرجى منه حفظ العهد مع مخلوق من مخلوقات الله عز وجل؟ وتتغامر شغلك هذا. المهم حنا الدين الذي علينا، فتخير الام من طرف الاب، وتخير الاب من طرف الام، عسى ان نكون قد حققنا مقصدا من مقاصد الشريعه الاسلاميه.